جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا كان الإنسان صائما وأذن المؤذن، هل يشرع في الإفطار عند بداية المؤذن أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يفطر؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت منضبط على غروب الشمس فإنه يفطر عند أول ما يشرع في الأذان، لأن المؤذن في هذه الحالة يكون متأكدا من غروب الشمس، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم ولا ينتظر إلى أن يفرغ من الأذان. نعم.